بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاد حتى أتاك اليقين. يبشركم الحبيب المصطفى بهذه البشارة فيقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذلك علينا أن نكثر من الصلاة على رسول الله الذي قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. تكريما للأمة الراحلة الكريمة رحمها الله، مواساة منا لجميع عائلات موافي وعائلات العوضي، كذلك عائلات أبو ندى وجميع العائلات بعزب ستهم، تكريما للراحلة الكريمة رحمها الله. الأم هي نبع الحب الصافي ورمز العطاء الفياض، ولذلك يوم تموت الأم ينادي منادي من قبل رب العالمين قائلا: يا ابن آدم، ماتت التي كنا نرحمك من أجلها، فاعمل عملا صالحا نرحمك من أجله. أمة الإيمان والإسلام على مدار هذا اليوم وهذه الليلة المباركة، علمين من علام التلاوة. متواجد معنا فضيلة القارئ الشيخ عثمان عبد المعز فرج عدو بنقابة القراء وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، نشأ وتربى في بيت القرآن الكريم. كما يسعدنا في هذه اللحظات الإيمانية وشرف لنا لمركز ومدينة كفر صقر ومحافظة الشرقية أن يكون معنا على مدار هذا اليوم وهذه الليلة المباركة علم من أعلام التلاوة، قارئنا أطال الله في عمره. في اليوم الأول أراد رب العالمين أن يكون ميلاد هذا القارئ في شهر يناير لعام 1977، أراد رب العالمين أن يتواجد ذلكم العلم، فأصبح معجزة قرآنية. ولذلك على مدار سنواته وهو ما زال في ريعان الشباب وهو صبي صغير في المعاهد الدينية، لذلك بمحافظة الغربية كان دائما يحيي الاحتفال الكبير لهذه المحافظة. قارئنا جولاته الخارجية حقيقة وخاصة في أرض الحرمين المملكة العربية السعودية، هو الوحيد الذي حظي بجزء من كسوة الكعبة أهديت له هناك آنذاك، وهو الوحيد الذي حظي بهذا الأمر بأدائه الراقي، قارئ وملك المقامات، قارئ يعود بنا أحيانا إلى الزمن الجميل، لكنه في حد ذاته مدرسة خاصة به. قارئنا أمة الإيمان والإسلام الذي يعتلي منصة القراءة الآن لقب بفارس القراء في إيران، كذلك محرك القلوب. أمة الحبيب، هيا بنا مع ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الإذاعي الكبير، رحلة عطاء كبيرة على مدار 10 سنوات عبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم، القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. هيا بنا في رحاب هذه التلاوة المباركة، ولنبدأ هذه الليلة بذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم كشفنا ما به من ضر
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين وذا النون مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى
سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير
زوجة فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. كل إلينا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا حسنى أولئك عنها إن الذين سبقت لهم لا يسمعون قسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون شرف على راسي سعيك مشكور العيش هتدني خلاص العيش هتدني استنى شويه ما عوزش اتعب دلوقتي خلاص خلصنا كده
وسهلا. شيخ القراءات ولا ايه؟ معلم قراءات؟ معلم قراءات. ما شاء الله ما شاء الله. ايش مسوي؟ انا رسمي. تفضل. ايوه يا جد. يلا. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا 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 لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
صدق الله العظيم. هكذا أمة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة، تلاها على أسماعكم ذلكم العلم القرآني قارئنا الإذاعي الكبير الذي وهبه رب العالمين مزمارا من مزامير آل داود ليعزف بها على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الدكتور عبد الناصر حرك. أمة الإيمان والإسلام، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يرفع الآن أذان العشاء، ونواصل وإياكم هذه التغطية القرآنية تكريما للأمة الراحلة الكريمة رحمها الله.